عزيز عمامي اتهموه بانه مدمن. صحيح عزيز عمامي مدمن، لكنه مدمن على النضال، مدمن على فضح الانتهاكات وزارة الداخلية، فضح انتهاكات كل هذه السياسات الفاشلة والسيئة والرديئة لكل الحكومات والأحزاب الانتهازية. عزيز عمامي هو مدمن على نشر ثقافة المواطنة. عزيز عمامي هو مدمن على التسامح ونبذ الكراهية. اليوم حبينا ننظموا تظاهرة ثقافية فنية في دار الثقافة الشيخ إدريس، وخذينا ترخيص ما راعنا إلا السيد المندوب يسكر دار الثقافة ويجيب الأمن ويدوره ويقول لك أنت ما عندكش الحق أنك تعمل تظاهرة لأنك ما تنتميش لحتى حزب سياسي ولأنك ما تنتميش لحتى جمعية. هذا اليوم اللي قاعدين نعيشوا فيه. عملتوا ثورة، فرحتوا، خذيتوا 3 سنين شختوا فيهم، ربحتوا فيهم، تويك تصفية الحساب، تويك تصفية الحساب. اللي سبونا واللي حرقوا المراكز واللي حلوا فم واللي عمل الخناية سب فيها البوليسية واللي عمل مسرحية واللي طلع في مظاهرة وعمل ترشدوه واللي مازال مكبش في الصندي، اللي مازال مكبش في الصندي ومش في سفاس في السبسي ومش فاس في الخنوشي والريق الفارغ، اللي مكبش في الصندي وقاعد يقول اللي حكومات بعد الثورة الكلها بدون استثناء حكومة الخنوشي بالسبسي بتراقب حكومة التكنوقراط وتمهدي جمعة الكلهم مواصلين في سياسات بن علي وفي بيعان البلاد، في بيعان ثروات البلاد وبيعان ولاد البلاد. خلونا مش نوليو أمن جمهوري، اش وليو؟ وليو ترى فيهم كالباربوات يضربوا في العباد، اللي ما عجبهمش يعملوا له تهمة. احنا ما حشتاش بالأمن هذا، حشتنا بالأمن اللي يحترم المواطن، اللي يحترم أمن جمهوري كما حبيناه، أمن جمهوري كما نهار اللي هزينا لهم الورد ونهار اللي ماتوا. لكن اشنو كان الرد بتاعهم؟ الرد بتاعهم أولاد الثورة حطوهم في الحبس، قالوا حرقوا المراكز، وشهداء شهداء الثورة تلقاه عند أخوه حطوه في الحبس. هذا وين وصلنا؟ وليسمعني كل التونسيين، رانا ما عملناش ثورة يا توانسة، راكم لستم بشعب عظيم ولم تنجزوا ثورة كيف ما سموهاكم الأمريكان لا ريفوليسيون دي جاسمين. راكم ما عملتوش ثورة يا توانسة، راي ثم عصابة وشركات بترو دولار وخنازير النفط هم من يسيرون في تونس. راي بلاد تتباعد، راي اتفاقية الملح تتباعد، راي ثروات النفط تتباعد، راي فوسفات تتباعد، راي شركات تتباعد. اصرخوا بملح الجرس وليسمعني الجميع، راو امثال عزيز بالالاف في السجون. قالوا حرقوا مراكز من 17 ل 14 جنفي، علاش؟ محاولة خلب نظام الحكم. أين حكم؟ حكم نتاع بن علي. وعلاش العباد هذول يمشوا يخبوا نظام الحكم؟ هذه الحكم هذه التهم الكيدية، علاش مشاو عملوا لهم الحكم هذا؟ يا عباد علاش عملتوا الثورة معناها؟ هذا علاش الأحكام هذه؟ وهذا علاش عزيز عمامي تكلم؟ وهذا علاش التهمة لعزيز عمامي؟ ويحب يسوق بعض الجماعات حب تسوق اني قضية متاع سطلة، ما هيش قضية متاع سطلة، اني قضية متاع حريات. ان خابت قيم المبادئ فاستحضروا قيم الرجولة، راو التوانسة رجال، وراي ارضنا ليست بعاقر، وراي ارضنا ماهيش ما ارض تنبت وتنجب الرجال، والرجولية عند الولايات والبنية. راكم قادرين انكم تصنعوا مستقبل عفو، رانا نزلنا قبل وكلنا الترايح وكلنا المنظرم من اجل هذه الفئه العمريه من الشباب انها تاخذ المشكل. يا توانس وقت اللي نشوفوا نلقاو ثرواتنا تهرب الى الخارج، وقت نشوفوا اللي نلقاو شباب وخيرة شباب اللي قاعدين بطالة وامثال تلك الاحزاب القذرة والعفرة والندنة، امثال الاحزاب اللي تزرع وتنهب في البلاد هذيا. انا قلبي يوجعني على شباب بلادي وانا منهم، ولانا يقتلوا فينا في الاحياء،
نحن أموات بعيون مفتوح، نحن أموات بعيون مفتوح. دمرونا مصاص الدماء وخفف فيش الظلام، قتلونا عرق بعد عرق. يا بنزرتية يا توانسة يا شباب، خايفين من فطركم، يعني كنا نتكيفوا في الكريستال والحلوزي والكلكم بطالة والحزام الخامجة تنهب وتسرق في الحم ودم الشعب الضايع. يا توانسة انتفضوا. هذا يا وين وصلنا تاع الماس البنك الدولي يلزمنا نطبقوها. قال شنو ما عندناش فلوس، فلوس يهزوها واللي جاوا من بعد تسلفوا الفلوس وهزوها وخلاونا مرهونين. وقال لك توا توا حقا حقا يلزمكم تكبسوا الساتوره. يا خويا شدوا اللي هزوا الفلوس حطوهم في الحبوسات، ومن بعد يجاوا لينا احنا قولوا لنا يجاوا نضحيوا. اما حتى نشوفوهم هما يضحيوا، حتى نشوفوهم هما حطوا السراق في الحبس. شنو الدور مندوبية الثقافة؟ سيستيم من نوفمبري هو بيدو انه هو اللي يفصل انه السياسي وانه مش سياسي، انه اللي معاه وانه ضده. كاني انا تابع مش ندافع عليه، دونك يحلي دار ثقافة، وكاني انا مش نتابع ما يحليش دار ثقافة. هذه قضية حريات وليست قضية مخدرات كما يحب يسوق لها الإعلام. قضية حريات ولنا نحن رجالنا ونسائنا ولنا مثقفينا ولنا مناضلينا ومش نبنوها البلاد. تحيا البلاد هذه بشبابها ومش برشد الغنوشي ولا بالسبسي ولا بالكلاب الحزاب، ليذهبوا إلى مسبلة التاريخ والعز والمجد إلى كل والعز والمجد إلى كل أبناء الانتفاض، إلى كل أبناء الوطن. العز والكرامة والشهامة والتقدير والتقديس لأبناء الشهداء اللي لقاو صدوراتهم مساكن وماتوا مش في بالهم مني بالحق. أنت وأنا يا صاحبي إحنا مش ناخذوا حقنا في البلاد ذي وباش نعيشوا لاباس. يا أخي هم ظهرونا كمشة سراق أخرين مافيوزة، كمشة سراق مافيوزة ضحكوا على الشعب كيلو كسكسي وعلى شعيد والبالمال السياسي الفاسد وغيرها. هم عايشين وانتم تحت المقابر، هم عايشين في قصورهم وانتم تدفنون تحت المقابر. هم ياكلوا وانتم للشر، هم مستقبلهم اولادهم يدرسون في فرنسا وفي السربون وفي الامريكان، وانتم اولادكم بطالة، وانتم اولادكم يقروا في المدارس الشعبية. هم يركبوا الهامر والاكس فايف وانتم يا شعب تطلعوا في الكرس الصفرة. عملتوا ثورة، فرحتوا، خذيتوا 3 سنين شختوا فيهم ربحتوا فيهم، تويك تصفيه الحساب، تويك تصفيه الحساب. اللي سبونا واللي حرقوا المراكز واللي حلوا فم واللي عمل الغناية سب البوليسيه واللي عمل مسرحيه واللي طلع في مظاهره وعمل 3 سنين